اليوم جد سعيد باستقبال زميلي وصديقي خوسي مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا اللي أولا كنشكره على أن هذه أول زيارة كيقوم بها زيارة ثنائية كيقوم بها منذ تجديد تعيينه على الدبلوماسية الإسبانية واختيار المغرب ودليل على عمق العلاقة وعلى قوة هذه العلاقة. وكان بغي بهذه المناسبة نشدد له التهاني لتجديد الثقة فيه كوزير الخارجية لإسبانيا، وهذا كذلك دليل على كل الدينامية والنجاح اللي كتشهدوا الدبلوماسية الإسبانية في السنوات الأخيرة بفضل الدور اللي كيقوم به معالي الوزير. العلاقة المغربية الإسبانية توجد في أحسن أحوالها منذ عقود. العلاقة المغربية الإسبانية لم تصل أبدا إلى المستوى من الصلابة من القوة من الثقة منذ لقاء جلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز. تعطت هذه العلاقة دفعة جديدة وواحد الأساس جد صلب. فالرسالة اللي بعد جلالة الملك محمد السادس لرئيس سانشيز تنصيب رئيس للحكومة الإسبانية في المرة التالية، أكد جلالة الملك وهنا كان اقتبس من الرسالة الملكية عزم جلالته الوطيد على مواصلة العمل للمضي قدما في ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين وتعزيز المرحلة الجديدة للشراكة الاستراتيجية التي تبنيناها معا والقائمة على أسس حسن الجوار، الثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء. وكيضيف جلالة الملك أن ذلك يعتبر تجسيد لما يتقاسمه الشعبان الصديقان من إرث حضاري ثقافي عريق وإسهام في ضمان السلم والاستقرار والرخاء في المحيط الأورو متوسطي. هذه الرسالة الأخيرة جلالة الملك لفخامة رئيس الحكومة الإسبانية دليل آخر على المكانة اللي كيعطي جلالة الملك للعلاقة مع إسبانيا، ودليل آخر المستوى اللي وصلته هاد العلاقات وكيفاش كينظر لها جلالة الملك محمد السادس. تبنات العلاقة في هاد المرحلة الجديدة على مبادئ الثقة واللي كنشوفوها يوميا في التعامل مع قضايا حساسة مثل محاربة الهجرة السرية، مثل محاربة الإرهاب، مثل بعض القضايا اللي كتحتاج درجة كبيرة من الثقة واللي هي اليوم موجودة في علاقتنا. العلاقة مبنية كذلك على الشراكة كمبدأ ثاني، وكذلك هذا المبدأ كنشوفوه بشكل علاقتنا اليومية المغرب وإسبانيا في المجال الاقتصادي، المغرب وإسبانيا مجالات التعاون الاستراتيجية كيشتغلوا كشركاء اللي عندهم مصالح مشتركة وعندهم دائما ربح متبادل، رابح، وهذا هو الأساس اللي ديال الشراكة اليوم المغرب وإسبانيا. العلاقة مبنية كذلك على الاحترام المتبادل، وهي نقطة أساسية اللي كتخلي كل طرف فينا أنه يأخذ بعين الاعتبار موقف رؤى ووضع الطرف الآخر، وكتخلينا ما يكونوش مفاجآت في العلاقة الثنائية وما يكونوش قرارات انفرادية، بل كيكون دائما علاقة لكل طرف كيحترم الطرف الآخر، وهذا عنصر أساسي يؤكد عليه دائما جلالة الملك. والمبدأ الأخير هو الطموح، واليوم هذه العلاقة اللي وضع جلالة الملك وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية الأسس ديالها في الإعلان ديال أبريل، الطموح بان في أننا نفذناها بشكل اليوم. تقييم المغرب لتنفيذ الإعلان المشترك ل7 أبريل هو تقييم جد إيجابي.
لا من حيث المقاربة والروح اللي تم فيها تنفيذ كل الالتزامات واللي كانت روح جد إيجابية. كنا خلقنا 7 الفروق العمل كلها اجتماعات، كان أكثر من 15 اجتماع ديال مختلف فروق العمل واللي كلها تقدمت بشكل جد مهم في العمل ديالها. إذا من حيث المقاربة والروح، من حيث المضمون، وحيث المتدخلين، مختلف المتدخلين للعلاقة المغربية الإسبانية اليوم هم منخرطون بشكل إيجابي في العلاقة، سواء كانوا الأعمال، سواء كانوا فاعلين ثقافيين، سواء كانوا فاعلين سياسيين، سواء كانوا أجهزة أمنية، كلها كتشتغل بنفس الروح والإيجابية وبنفس المنهجية ديال الشراكة والاحترام المتبادل. والنتائج بينا اليوم إسبانيا كتأكد الموقع ديالها كشريك اقتصادي، شريك تجاري الأول للمغرب، والأرقام ديال 2022 شهدت واحد التطور، والأرقام ديال 23 كتمشي في نفس الاتجاه، ويمكن أرقام قياسية مع عمرها عرفتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين. على المستوى محاربة الجريمة المنظمة الهجرة السرية، العلاقة هي علاقة نموذجية. المغرب وإسبانيا تعاونهم هو تعاون لا مثيل له على المستوى الدولي. هذه واحد ساكسيس ستوري على المستوى الدولي ديال الجارين يتعاونان في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة لمواجهة ظواهر اللي كتمس الامن ديالهم ولكن كتمس الامن الاقليمي كذلك. ما يقوم به المغرب واسبانيا من خلال اجهزتهما الامنيه كيخدم العلاقه الثنائيه، كيخدم امن وسلامه البلدين، ولكن عنده دور اقليمي مهم وعنده دور جيوسياسي مهم، لانه كيأثر كذلك في الامن والسلم في حوض البحر الابيض المتوسط، في شمال افريقيا وغيرها. حوارنا السياسي متواصل وبناء، وحنا دائما قنوات التواصل المباشرة وعلى كل المستويات كتشتغل بشكل دائم، وكتخلينا أننا نعالج حتى المشاكل اللي يمكن لها توقع بشكل استباقي، بشكل إيجابي، ومبني على الثقة ومبني على الحوار. واليوم كل القنوات، سواء من خلال البعثات الدبلوماسية، سواء مباشرة، سواء من خلال قنوات وزارة الخارجية المغربية والإسبانية، كتشتغل بشكل جد إيجابي وبناء. هذه مناسبة كذلك، لأن أحد عناصر هذه العلاقة هو التضامن، وهذه مناسبة باش نجددوا الشكر لإسبانيا على ما قامت به إثر الزنزال اللي شهدته منطقة الحوز. وكانت إسبانيا من الدول الأولى اللي جانب المغرب، وفي الرسالة اللي بعت جلالة الملك إلى قائد الفريق الإسباني للإنقاذ، عبر جلالة الملك على العرفان والشكر ديال المغرب لهذا الموقف الإيجابي البناء لإسبانيا، اللي كان مهم بالنسبة لجلالة الملك، كان مهم بالنسبة للشعب المغربي أن إسبانيا تكون بجانب المغرب كحليف، كشريك، كجار وكصديق في أوقات صعبة بحال اللي كانت بعد الزنزال اللي شهدته منطقة الحوز. إذا قناعتنا اليوم بعد هذا الاجتماع هي أن خريطة الطريق اللي وضعها جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في 7 أبريل تم تنفيذها، وتم تنفيذها بشكل كبير. اليوم الطموح هو أن ننهي ما لم يتحقق بعد، وهي أمور قليلة واللي خصنا ننهيها في أقرب وقت ممكن، ولكن كذلك نبدأ نشتغلوا على تصور أكثر طموح للعلاقة، سواء في مضمونها السياسي والدبلوماسي أو في مضمونها الاقتصادي، من خلال انفتاح على قطاعات جديدة، من خلال جلب فاعلين اقتصاديين إسبان أكثر إلى المغرب، من خلال مشاركة المغرب إسبانيا للمغرب في كل الرؤية والطموح الذي يريدها جلالة الملك للمغرب في السنوات المقبلة، من حيث دعم الاستثمار، تحديث البنية التحتية، تطوير مختلف
مجالات العيش للمغاربة، وإسبانيا عندها مكانتها وعندها دورها في هذا المجال. تحدثنا كذلك على المحيط الأطلسي كعنصر أساسي للتعاون بين المغاربة، هي اللي عبر عليها جلالة الملك في خطاب 6 نوفمبر. كل يعني الاستراتيجية لتطوير الساحل الأطلسي المغربي لهيكلة الساحل أو الساحل الأطلسي الإفريقي ولتطوير علاقات مع دول الساحل، كل هذه في بعدها الاقتصادي وبعدها الجيوسياسي. إسبانيا كدولة أطلسية عندها كذلك دور كشريك للمغرب في إطار الملكية. مازال غنتحدثوا على قضايا اقليميه ودوليه اخرى، وكانت مناسبه نجدد التنويه بموقف اسبانيا الواضح من قضيه الصحراء المغربيه واللي كنشوفوه في الافعال، وهذا شيء جد ايجابي. وغنتحدثوا على الشرق الاوسط، غنتحدثوا على منطقه الساحل ولا افريقيا في المرحله المقبله. سنه 2023 بدات في شهر فبراير اللجنة العليا المغربية لإسبانيا، واليوم كنا على مشارف نهاية هذه السنة، كتنتهي كذلك موعد مغربي إسباني مهم هي هذه الزيارة اللي كيقوم بها السيد وزير الخارجية. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع أصحابكم.